السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. انا نوريكم واحد البلاصه في باريو كما كتشوفوا، ها واحد المنظر غزال هنايا. كنمشطورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش جاب بخير؟ الصح لاباس، ماشي بخير، نتمنى تكونوا دايرين بخير وعلى خير ان شاء الله. عقيكم السم الخيش مشان يباريو مشان ذا مليح هكا مش توران هكا ذا ثم زيلا قاذ بنا ذا مالا توارنت هيقات هكا الطافي على الرومبوا نيقون غير موية ديني الجا هكا مش تشوف الشوارع ذا نقصها الجيت تاو التاني هاكا واش طوال جاي الطماميط هاد خزا عيانات أو بريدة مقرينة كون غير موية عنروح نخزا غير جاي تينا غيري راس النهار هاد خزا خمسة أنا مشيت جا توارا سكرانيس انا واخد جيتا كما كتشوفوا احنا يا رابطين الطبيعة انا الحمد لله موجودة احنا يا رابطين نشوفوا المنظر من هنايا مش طوال المنظر السام ها كما كتشوفو احنا جينا جهة اخرى شوفوا المنظر من لهيه ها مش طوال ميتنا هنكتب غا جهة المغنيط هنخزر المنظر مشيت جهة دهام مش طوال هكا كرا جهة المغنيط نروح نخزا جيت تعب تاني نخزا شجع المنظر السا ونتمنى ان شاء الله لكم يعجب الفيديو وشارك في كين نخضع بون هلا جزاكم بخير وتتنبو الجرس باش يعاكم التوضيح كل جديد لكن مش تورا الساقة مع ناس ودرين هو هذا بوت ودرين تاع هاد المرسى سودي مشيت ورا المرسى هاكا المرسى الست غاصة المرسى مشيت ورا هنخزر جيت من هنا وتاني
مشت ورم قاعد مازال اصبح نبنى غجري الدم انسير سكر انيس نخزر المنظر سا هاكا المرسى طلع السكر انيس مشت ورم المرسى ايش المنظر عجيب ذاك هاكا المشروع اللي ذا بنا منظر خير انا ودي سودي باش تورم السا المرسى تبارك الله المنشأ العجيب هاكا الجبل كيما هادو المنظر شكل هاكا عروة أكوان أروي قاسم سنة دي وسنة مكينة أسفي هاد غاسة هاكا مش توري من دقابنا كمكين عادة ذا من عندهم كمشان هو نتمنى ان شاء الله لكم يعجب الفيديو وما تنساوناش ابوني والجرس باش يوصلكم كل جديد هاكم شتوا لي المرسية قايل الله مش تكمل كي ناس وحنا بغيت نسقى رابط نسي الخارج ولا شي حاجة هادي سبد دقيقة بالي هاكم نسند كيم بلايص نسند مشان المرة هذا قيبل منا مش طوالة الحمد لله الحسين بقى كلشي عذر شفت ورا بقى الزناق ياك كلشي عذر كلشي واش انت يعني ما راكمش حاجه قليل واش كيمش ان شاء الله تكمل الناس كلشي نتمنى ان شاء الله لكم يعجب الفيديو انا غير شي حاجه هسه ورا بخدا بغدا الشارع من هنا ودي باش تورا في المرسى بغدا الصخرة هاكا شوف الطبيعة مش تشاد هاكا باني ها المرسى الطبيعة الحمد لله حسيمة على الطبيعة الجو قاي المليح وذي سبوشت ونزار يعني تفوشت الحمد لله الجو عادي ويحمي ويسمد يعني قدرت يعني بس تريكو صافي بلا ما تقد جاكيتا هكا الجو راه الطبيعة مش تمام الحمد لله الطبيعة موجود أنا حنخزع الجي تمانة هاكا مشت ورا الشوارع عندها يعني الشوارع نقيين وثودرين المليح وخا هذا مشى الصباح شتورا عند كامري الحمد لله الشوارع نقيين بزاف صعب الصراحة
الشوارع وذاك مشتوره، كما كتشوف الشوارع نقية والحمد لله. تاع النصر زوينة بزاف، عرفتش شنو كان اسمها راوند، كيما راوند الساق الشارع. ونتمنى ان شاء الله كم يعجب الفيديو. كما كتشوفو نطلعو من هاد الشارع هذا، نطلعو شويه في واحد الجبل هنايا، نشوفو الطبيعه اللي كاينه تما، باريو ولا باريو حتى كيسميو. ها حنا طالعين، ها مشتورا قريبة تناول الجبل نيجان في باريو. المنظر شكال تبارك الله. كنشتغل جبلني جندير وسط باريو. هاكا نوريد جبلني راكم تصور الحوسه بس راكم شتوها. احنا كيما كتشوفوا طلعنا شويه لفوق، المدينه كيفاش كتبان زوينه هنا. الجبال غادي نزيدو شويه لقدام، ها كيما كتشوفوا احنا طلعنا في داك الجبل كما كتشوفوا. هذا الجبل، الجبل ديال باريو ولا سيدي عابد. احنا غنطلعوا شويه لفوق، ندير الحسيمة من هنايا، تابعوا معنا واحد المنظر غزال. ها شوفوا مدينة الحسيمة كما كتشوفوا، واحد المنظر غزال بزاف. ها كما كتشوفوا
هذه المنطقة. واحد المنظر غزال، هذه هي مدينة الحسيمة، الجبل ديال كما كيسميو باري ولا ما عرفتش كيف سميتها هاد البلاصة. هاكا مشطورة الحسيمة هسا، هانخذ غجري الطعام تاني. هاكا مشطورة مربحة غجري الطعام تاني. تبارك الله الطبيعة موجودة، كتشوفو الحمد لله الطبيعة موجودة. الحسيمة مشطبة، يجي منظر عجيب. تصور المنظر السيطرة، ايش المنظر ما شاء الله. عندي تطلع على اساس كرشي باش تورى. الحمد لله يجي منظر عجيب. أقاروح أنا هو السا أنظر جيدة. أكمش تورم السفيحة قد غاسة كمان إيه. أنا واش بغا جيتي يجي المنظر عجيب.